طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة. روزان صباح الفل عليكي وطولي علينا بمانشيتاتك اتفضلي. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. فقرة صحفية جديدة من البوابة نيوز. قبل ما نروح لأخبارنا اليومية هنروح لمباريات اليوم في الدوري المصري الأربع 25 أغسطس. مصر المقصة مع بيراميدز في الساعة 9 مساء، وغزل المحلة مع المقاولون العرب في الساعة 7 مساء. نروح بقى لأخبارنا اليومية وهنبدأ من موقع اليوم السابع. اتحاد الكرة يجتمع بأندية الدوري الممتاز 29 أغسطس لمناقشة شكل الدوري الجديد. قررت اللجنة عقد اجتماع مع أندية الدوري الممتاز عقب انتهاء الدوري الحالي من أجل مناقشة شكل الموسم الجديد، وهل سيتم إقامته بنظامه الطبيعي أم يتم طرح تصورات أخرى. وستعرض اللجنة الثلاثية على الأندية الصعوبات التي تواجه الموسم المقبل، وعلى رأسها التوقفات الدولية في أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة لبطولة كأس العرب في ديسمبر وأمم أفريقيا بالكاميرون في يناير 2022، بخلاف مشاركة الأندية المصرية في البطولات الإفريقية ومشاركة النادي الأهلي بالتحديد في كأس العالم للأندية. من جريدة الشرق الأوسط، مواجهة بروميتش في كأس الرابطة فرصة أرتيتا لإخراج أرسنال من النفق المظلم. يأمل أرسنال استغلال مواجهة ويست بروميتش في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لمصالحة جماهيره بعد البداية المخيبة في الدوري الممتاز بخسارة أول مباراتين ليحتل المركز الأخير، ولكن عشاق أرسنال توقعوا مستقبل الفريق تحت إشراف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، غير أن نتائج الموسم بدأت في طرح علامات استفهام بعد أسوأ بداية للنادي منذ تأسيسه. فبدأ جماهير النادي إبداء غضبها على أرتيتا بما فيهم رئيس رواندا، وانتقدوا الكثيرين الإدارة. وأخيرا من روسيا اليوم، صدام محتمل، الأندية الأوروبية تتهم الفيفا بإساءة استغلال مهمته التنظيمية. اتهمت أندية أوروبية الاتحاد الدولي لكرة القدم بإساءة استغلال مهمته التنظيمية في نزاع بشأن تمديد فترة السماح للاعبين بالانضمام لمنتخباتهم في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. وستتأثر الأندية الدوري الإنجليزي بشدة بقرار الفيفا بتمديد فترة السماح للاعبين الدوليين بالانضمام لمنتخباتهم من 9 إلى 11 يوم لخوض 3 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من البوابة نيوز. بشكركم جدا وعودة للاستوديو مرة تانية. كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزة روزان نصر، طبعا كالعادة بتعمل شغل ممتاز. احنا عندنا فريق عمل مكون من مجموعة مراسلين ومراسلات زي الفل. حقيقي يعني زي الفل. بنات مجتهدات جدا، والاختيار اصلا من الادارة بيكون طبعا اكتر من رائع. ويمكن انت بقى سمعانا المرة دي يا روزان ولا لا؟ علشان كنت انا وكريم بنتكلم اللينك اللي كان من اسبوع، ف كنا بنقول يعني ناس كتير بتقول انا وانت شبه بعض، فمش عارفه انت شايف ان احنا شبه بعض ولا شويه؟ يعني الى حد ما. انا بيجي لي فعلا صور كتير جدا على الموضوع ده. دي حقيقه صحيح. لا وناس كانت بتسال احنا في اخوات، ده في ناس بتقولي ان احنا اخوات يعني. بالظبط انا شفتها انا كمان. بس نهوان سري وروزان نصر مش دي حاجه جميله والله. انا هواد يعني دي حاجه تبسطني جدا. احمدي ربنا وبوسي ايدك وش وضهر انك شبه نهواد مش شبه هذا، كانت هتبقى مشكله كبيره. شكرا ليكي. كل الشكر ليكي. شكرا ليكي. روزان نصر.